أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله في إحدى مواضيع علم الأصول، وسيكون بحثنا إن شاء الله في الأمر أو الأوامر، وكذلك في النهي، ويكون الكلام في بحثين: الأول بحث في مادة الأمر، الثاني بحث في هيئة وصيغة الأمر، ونفس الكلام في النهي أيضا. أخي محمد، عن أي شيء نبحث في مادة الأمر؟ توجد ثلاث حالات لها دخل في البحث. الحالة الأولى مادة الأمر التي هي ألف ميم راء، وهذه المادة عبارة عن كلمات بسيطة وتأتي بعنوان أمر، مثل صدر أمر، جاء أمر. ونحن نعلم بأن الكلمة البسيطة موضوعة مادة وهيئة بوضع واحد، أما جملة أمر ويأمر فإن مادتها أمر، لكن صيغتها أو هيئتها ليست أمر، وإنما مضارع وماضي في حين بحثنا في صيغة الأمر. الحالة الثانية تكون المادة مادة أمر، والهيئة أيضا هيئة أمر، كما في الكلمة المركبة من قبيل أؤمر. أما الحالة الثالثة فتكون الصيغة والهيئة هيئة أمر، ولكن المادة ليست أمر من قبيل الكلمة المركبة اقرأ أو ادرس أو صلي أو صم. عندما يستعمل الشارع المقدس مادة الأمر، ماذا نفهم من هذا الاستعمال؟ عندما تصدر مادة الأمر في القرآن والسنة النبوية يوجد أمران: الأول مادة الأمر تدل على الطلب، لأن مادة الأمر موضوعة للطلب بدليل التبادر، فلو سمعت جملة أمرك بالصلاة فهذا يعني أن المتبادر من هذه الجملة هو طلب الصلاة بدليل التبادر الذي هو علامة للمعنى الحقيقي. الثاني الطلب على قسمين: طلب تكويني، طلب تكويني، وباء طلب تشريعي. ما المقصود بالطلب التكويني؟ الطلب التكويني كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والكلام ليس في عالم التكوين أو الطلب التكويني. أما الطلب التشريعي فإن التشريع يتكون من ثلاث عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار. فالمولى إذا أراد أن يشرع حكما فإنه يدرك ويتصور الملاك ويحدد الملاك والمصلحة ويصدق بالملاك والمصلحة من الفعل، فيشتاق إلى ذلك الفعل، فتتولد الإرادة في المولى، يريد المصلح ويريد أن يحقق ذلك الملاك والمصلحة، وبعد ذلك يصوغ ويجعل خطابا في ذمة المكلف، لأن المولى لا يفعل بنفسه ذلك الفعل، وإنما يوجه ويرسل المكلف إلى تطبيق الفعل، كما لو أرسل إلى إتيان الزكاة أو إتيان الخمس أو إتيان فعل الحج، فالمولى يرسل المكلف من دون أن يجبره على الفعل، بل يرغبه ويجعل الثواب في تطبيق والعقوبة على المخالفة. ومثال على هذا الأمر، لو صدرت مادة الأمر من المولى وقال مثلا: آمرك بالصلاة، فإنها تدل على الطلب وأن المولى يريد مني فعل الصلاة، لأن الذهن انصرف إلى أن هذا الطلب على نحو الإيجاب والإلزام، أي أنه طلب وجوبي، والانصراف والتبادر يدل على المعنى الحقيقي. إذن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، هذا هو بحث مادة الأمر. ما هي صيغة الأمر؟ صيغة الأمر مثل صلي وصم وأقرأ وأدرس، وهذه الجمل على الرغم من أن المادة ليست مادة أمر لكن الهيئة هي هيئة أمر، فعندما نسمع إحدى هذه الصيغ مثل صلي أو ادرس أو أقرأ سوف يحصل عندنا تبادر إلى الأمر الوجوبي،
والطلب الوجوب، وبهذا نقول إن صيغة الأمر تدل على الوجوب. عرفنا بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، فهل هذا يعني أن صيغة الأمر تعطي نفس المعنى الوجوب؟ يعني عندما نسمع صلي هل تعطي نفس المعنى وجوب الصلاة؟ ويعني هل يوجد ترادف بين صلي وكلمة وجوب الصلاة، أو هل يوجد ترادف بين هيئة الأمر والوجوب؟ لا يوجد ترادف بين الهيئة والوجوب، لأننا لو استبدلنا وجوب الصلاة بمكان صلي لما استقام المعنى، لأن جملة صلي من الجمل التامة التي يصح السكوت عنها، بينما وجوب الصلاة جملة ناقصة لا يصح السكوت عنها. لذلك لا يصح استبدال وجوب الصلاة بمكان جملة صلي، لأن المعنى سوف يتغير. من هذا نعرف أنه لا يوجد ترادف بين هيئة الأمر والوجوب. إذا كانت هيئة الأمر لا ترادف الوجوب، إذن من أين استفدنا الوجوب من صيغة الأمر؟ أولا عرفنا بأن صيغة الأمر دال، وكل دال له مدلول أي معنى، فصيغة الأمر معنى حرفي موضوع للربط الخاص بين شيئين. فالمولى عندما يقول صلي فهنا تحقق نسبة وربط خاص بين الصلاة والمكلف الذي سيؤدي ذلك الفعل وهو الصلاة. ثانيا وهذه النسبة التامة في صيغة الأمر غير متحققة، وإنما ننظر لها بما هي نسبة يراد تحقيقها من قبل المكلف، لأن صيغة الأمر من الجمل الإنشائية، والمولى عندما يقول صلي يريد أن يرسل المكلف ويوجهه لتحقيق النسبة خارجا، فصيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية. ماذا يقصد من أن صيغة الفعل الأمر تدل على الإرسال؟ صيغة فعل الأمر تدل على نسبة إرسالية، أي أن المولى يوجد نسبة إرسالية، بمعنى أن المولى يبعث ويرسل المكلف للإتيان بالفعل وتحقيق المصلحة، كما يطلق الصياد الكلب للإمساك بالفريسة، فالصياد يحقق الارتباط بين الفريسة والكلب حتى يحقق الكلب ما يريده الصياد منه في الخارج. كذلك المولى الشرعي يرسل المكلف ويعطيه القدرة ويطلق له العنان ويذهب المكلف كي يحقق النسبة الإرسالية. ومن خلال هذه النسبة الإرسالية نستكشف بأن المولى الشرعي يريد ويشتاق أكيداً وجداً لتحقيق النسبة، فيكون الأمر ويكون الإرسال على نحو التأكيد والشدة، بحيث لا يمكن للمكلف أن يتخلف عن تحقيق تلك النسبة، فننتزع الوجوب من ذلك. خلاصة ما تقدم، أولاً أن صيغة فعل الأمر تدل على نسبة الإرسالية، ثانياً والنسبة الإرسالية ناشئة من إرادة وشوق أكيد وشديد، ثالثاً فهي تدل على وجوب، رابعاً وبهذا نعلم أن صيغة الأمر لم تدع للوجوب بخصوصه حتى تكون مرادفة للوجوب، وإنما صيغة الأمر موضوع للوجوب بما هو جزء من النسبة الإرسالية. سؤال: في بعض الأحيان صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، وفي بعض الأحيان تدل على الاستحباب، ما هو السبب؟ نعم، هذا يرجع إلى نوع الإرسال من المولى الشرعي، فمرة يكون ناشئا من إرادة شديدة وشوق أكيد في عالم التشريع يطلب من المكلف أو يرسل المكلف ولا يجبره على الفعل بل يرشده إلى الطريق، وهذه الرغبة وهذا الشوق يولد الوجوب، فتدل صيغة الأمر على الوجوب. ومرة يكون إرسال المولى ناشئا من شوق وأرادة غير أكيدين وبدرجة دون الإلزام، فتدل صيغة الأمر على الاستحباب، ويكون هذا الاستعمال مجازيا. عرفنا بأن صيغة الأمر كلمة مركبة مادتها موضوعة لمعنى هيئتها موضوعة لمعنى آخر وهو الأمر، كما في صلي وأدرس، فالمادة هي الصلاة، والهيئة هي هيئة الأمر، فهل هذا الكلام ينطبق على صيغة النهي؟ كل الكلام في الأمر وصيغة الأمر وكيفية دلالتها على الوجوب
نفس الكلام يقال في صيغة النهي، حيث إن فعل النهي من الكلمات المركبة ويوجد فيه مادة وهيئة، لذلك أيضا يكون الكلام في بحثين، البحث الأول في مادة النهي والبحث الثاني في صيغة النهي. ماذا يقصد بمادة النهي؟ مادة النهي وهي وهي نون وهاء وياء، نهي وهي كلمة بسيطة وتكون موضوعة بمادتها وهيئتها بوضع واحد موضوعة لمعنى مستقل، وتدل على معناها بصورة استقلالية، تدل على معنى الزجر بنحو الحرمة، لأن الذي ينصرف ويتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة نهي هو معنى الزجر بنحو الحرمة. ماذا يقصد بصيغة النهي؟ صيغة النهي لها نفس الكلام الذي ذكرناه في صيغة الأمر، لكن الفرق في الهيئة، ففي صيغة الأمر افعل، وهيئة النهي لا تفعل. من أين استفدنا صيغة النهي؟ وهل استفدناها من شيء آخر؟ صيغة النهي تدل على الحرمة لكن ليس من الوضع، لأنه لو كانت تدل على الحرمة من الوضع مباشرة لأمكن استبدال صيغة النهي بكلمة حرمة. مثال: لو استبدلنا صيغة النهي في جملة لا تشرب الخمر بالحرمة لصارت الجملة كالآتي: حرمة شرب الخمر. وبعد التدقيق نجد أن الجملة الأولى لا تشرب الخمر فيها نسبة بين المكلف والفعل، أما الجملة الثانية فلا يوجد هذا الشيء، لذلك لا يوجد ترادف بين لفظ الحرمة وصيغة النهي، لكن عرفنا أن صيغة النهي تدل على الحرمة بنفس البحث والتحليل بصيغة الأمر ودلالتها على الوجوب. خلاصة ما تم ذكره أن صيغة النهي تدل على نسبة تامة يراد تحقيقها، وهذه النسبة ناشئة من إرادة شديدة وزامية أو نسبة إمساكية أو زجرية، لأن المولى يمسك المكلف أو يمنع المكلف في عالم التشريع ولا يجبره على ذلك، بل يقول له لو أمسكت نفسك عن الفعل تكون في الجنة لا حساب ولا تعاقب، لا تحاسب ولا تعاقب. والمولى يشتاق جدا وأكيدا لزجر المكلف ومنعه عن شرب الخمر مثلا. النتيجة أن صيغة النهي تدل بالموضوع، تدل بالوضع على النسبة الإمساكية والزجرية الناشئة عن شوق شديد ورغبة أكيدة في عدم الفعل، أو نقول إن صيغة النهي ناشئة من الكراهة الشديدة للمولى وعدم الرغبة أكيدة للمنهي عنه. سؤال: حسب ما تبين أن صيغة النهي موضوعة للحرمة ولكن ليست للحرمة بخصوصها حتى تكون مرادفة لها، وإنما موضوع الحرمة موضوعة للحرمة بما هي جزء من نسبة الإمساكية، فكيف يكون استعمال المولى لصيغة النهي؟ هل هو استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال صيغة النهي في الحرمة استعمال حقيقيا وليس مجازيا، لأنها موضوعة للحرمة بما هي جزء من النسبة الإمساكية الناشئة عن كراهة شديدة وأكيدة وعدم رغبة أكيدة، وتستعمل استعمالا مجازيا في النسبة الإمساكية الناشئة عن كراهة غير شديدة وعدم شوق وعدم رغبة أكيدة. بذلك نعرف أن صيغة النهي تدل على النسبة الإمساكية بنحو الكراهة. هل لك يا أخ أحمد أن تحلل لنا الحكم التكليفي وما هو الفرق بين الحرمة والكراهة؟ نعم، الحرمة هي الزجر والإمساك عن المتعلق أو الفعل بدرجة الإلزام، والكراهة هي الزجر والإمساك عن المتعلق أو الفعل بدرجة دون الإلزام. أحسنت يا أخ حيدر، وأنت يا أخ محمد أحسنتما وفقكم الله، وشكرا لكما على هذه المعلومات القيمة، وهذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.